قبل ما نخش في اي تفاصيل خالص، حابب اقول مقولة كده عجبتني جدا، بتقول المعلم المتوسط يروي، والمعلم الجيد يشرح، والمعلم المتفوق يوضح، والمعلم العظيم يلهم. مقولة جميلة جدا وعجبتني. طيب احنا في الفيديو ده عاوزين نبقى المعلم العظيم الملهم. معنى ان انت معلم عظيم ملهم ان انت قدرت تزرع جوه الطلبة بتوعك كلمة مهمة قوي. الكلمة ديت هي الموتيفيشن، اللي هو التحفيز والتشجيع. اساسه وبديهي ان اي طالب او اي شخص على وجه الارض لو هو مش متحمس للحاجة اللي بيعملها ومتشجع ان هو يعملها، لا هيعملها، ولو عملها هتبقى حاجة زي ما بنقول كده اللي هي تقضية واجب وخلاص. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هندردش مع بعض كده عن 5 وسائل هيوصلونا ان شاء الله ان الطلبة بتوعنا يكون متحفزين وهم رايحين يعملوا تاسك، وهم رايحين يلعبوا جيم مثلا، وهم رايحين يحلوا حاجة، وان انت رايح تشرح حاجة، ازاي نزرع جواهم كلمة موتيفيشن اللي هي التحفيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا السيد ابراهيم، English instructor at Express English. الروتين اللي كل المدرسين بيعملوه ان في جانب كده من السبورة بيكتب الاهداف اللي هو حددها، ان الطالب في اخر الدرس يكون عارف 1 2 3 او وصل لواحد اتنين تلاتة. طبعا ده جميل وده اللي احنا كلنا بنعمله. الحاجة التانية المتعلقة بالموتيفيشن هنا ان الطالب قاعد وشايف الهدف اللي هو عاوز يوصل له قدام عينيه. فانا هدفي قدام عيني ومكتوب قدامي، طبيعي واساسي ان انا هكون متحفز ومتشجع ان انا اوصل للهدف ده. فده رقم واحد ان الطالب يكون عارف الهدف اللي هو هيوصل له ايه، عشان انت اصلا تقدر تشجعه ان هو يكون متشجع للهدف ده. الوسيلة رقم 2 حاجة اسمها rational. طيب rational يعني ايه؟ يعني السبب او reason من الحاجة اللي هو بيتعلم. زي مثلا انت بتدرس لطلبة كبيرة، طلبة الجامعة مثلا، فبتدرس لهم the language of presentation اللي هي لغة البرزنتيشن، سواء هي كلمات سواء هي جمل سواء هي تعبيرات، ايا كان الموضوع المتعلق بالبرزنتيشن. طيب الطالب بتاعك لازم يكون عارف السبب من الحاجة اللي هو بيدرسها دي عشان يكون متحمس ومتحفز ليها. زي مثلا language of presentation ان هو بعد ما يخلص جامعة ان شاء الله ويدخل لسوق العمل هيحتاج الموضوع ده وهيتكلم قدام ناس كتير جدا، فهنا الطالب هيكون متحمس ان هو يعرف اكتر، ان هو يكون اكتف معاك جوه الكلاس، ان هو خلاص عرف السبب من الحاجة اللي هو بيدرسها ايه، ان هي حاجة مهمة جدا في حياته وهيحتاجها في سوق العمل لما يخلص جامعة ان شاء الله ويتخرج. الحاجة التالتة اللي هي variety and timing، ان انت تنوع من التاسك اللي انت بتعمله او تنوع من الجيم اللي انت بتعملها مع الطلبة. التنوع اصلا هو حاجة اساسية، ما ينفعش التاسك اللي انت عملته النهاردة تعمله بكرة مع الطالب، او ان انت عملته مثلا الشهر اللي فات تعمله معهم الشهر ده. لازم تنوع من التاسكس اللي انت بتعملها او من الاكتيفيتي او من الجيمز او من الكلام ده كله. ما ينفعش ان انت تمسك في حاجة واحدة بس عشان الطالب ما يملش ويوصل له احساس ان انت ما عندكش جو الكرياتيفيتي اللي هو الابداع، ان انت مش عارف تعمل حاجه جديده. خلاص هي حاجه واحنا بنعملها على طول. النقطه الثانيه اللي هي التايمنج اللي هي الوقت. ما ينفعش تقول بينك كده وبين نفسك ان الطلبه خلاص متفاعلين في الجيم مثلا هم بيلعبوها او في الاكتيفيتي اللي هم بيعملوه، خلاص يعني ممكن يبقى تلت ساعه بدل ربع ساعه او بدل 10 دقائق. هنا ايا كان الطالب وصل لمرحله ان هو متحمس جدا وان هو متشجع للحاجه اللي هو بيعملها، بس ما ينفعش احنا كمدرسين ان احنا نطول في الحاجه ديت او في الاكتيفيتي او في الجيم ديت زياده عن اللزوم. طالما انا وصلت للهدف بتاعي من اللعبه او من الاكتيفيتي اللي انا بعمله مع الطلبه بتوعي، خلاص جه الوقت كده ان انا انهي او ابطل الاكتيفيتي بتاعي، حتى لو هم لسه مستمرين او ان هم لسه متشجعين للحاجه اللي بيعملوها او اللعبه اللي بيلعبوها. خلاص انا طالما وصلت للهدف بتاعي فخلاص هوقف. وده هيبين لنا اكتر النقطة اللي بعد كده اللي هي leave them wanting more. يعني خلاص سيبهم وهم لسه عاوزين مش وهم زهقانين، هتفرق جدا معاهم، بخلاف طبعا النشاط او اللعبة اللي كنت بتلعبها معاهم وخلصت وهم كانوا زهقانين وملانين اصلا منها. اخر نقطة معانا اللي هي الكونتكست. الكونتكست هنا معناها الموضوع اللي انت بتتكلم فيه او الحاجة اللي هم بيقرؤوها او الحاجة اللي هم بيسمعوها او الحاجة اللي هم بيتفرجوا عليها، الماتريال بصفة عمومية اللي انت بتستخدمها في الكلاس بتاعك. طيب ايه علاقتها بالموضوع او ايه علاقتها ان الطالب يكون متشجع وهو مثلا بيسمع حاجة او ان هو بيتفرج على حاجة؟ هنا لازم تشوف الانترست بتاع الطالب ايه وتستخدمه معاك في الكلاس بتاعك او في المحتوى اللي انت بتشرحه للطلبة. زي مثلا اغلبيه الطلبه بيكونوا مثلا بيحبوا الرياضه او ان هم يتفرجوا على الرياضه، طب ليه مثلا انا ما اجيبش كونتكست او تكست كده من مجله او من جورنال بيتكلم عن الرياضه ونبدا مثلا ان احنا نتناقش فيه واعمل معاهم اكتيفيتي عن الموضوع ده او عن الحاجه دي، لان هم بالفعل بيحبوها او بيحبوا ان هم يقراوا عنها باللغه الام بتاعتهم اللي هي اللغه العربيه وليكن. فهنا انا عرفت الانترست بتاع الطالب ايه
ووظفته عندي في المحتوى اللي انا بشرحه ليهم، فده هيفرق جدا معاهم والطالب هيكون متشجع ومتحمس للحاجة اللي هو بيقرأها. هما دول كانوا الخمس وسائل اللي احنا لازم نتبعهم ونطور منهم ونطبقهم مع الطلبة بتوعنا جوه الكلاس عشان نقدر نزرع فيهم كلمة motivation. هنقولهم تاني على السريع، اول حاجة اللي هي الايمز بتاعتك والobjectives لازم تكون موجودة قدام عينيهم، فان هو يكون متحفز ومتشجع للهدف ده. الحاجة رقم اتنين اللي هي rational، اللي هي السبب انا بتعلم الحاجة ديت ليه، هتنفعني بايه، ايه اللي هيعود عليا لما هتعلم الحاجة دي. رقم تلاتة variety and timing، التنوع والوقت، ان انا ما اطولش في الحاجة اللي انا بعملها ديت في الجيم او الاكتيفيتي اللي انا بعمله، التنوع، انوع من الحاجة اللي انا بعملها، ما اعملش الحاجة ديت على طول معاهم فيبان عندهم احساس ان انت اصلا مش حد creative زي ما قلنا. رقم اربعة leave them wanting more، وانهي النشاط او اللعبة او ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها معهم وهو لسه عاوز او عنده احساس ان هو عاوز يكمل فيها. اخر حاجة خاصة لها الكونتكست، وديت اللي هي المتعلقة بالinterests بتاعتهم، الحاجة اللي هم بيهتموا بيها وان هم بيحبوا يتفرجوا عليها وان هم بيحبوا يسمعوها، اوظفها جوه الكلاس بتاعي وفي المحتوى اللي انا بشرحه لان هيفرق جدا معهم وخلاص هو متحفز للحاجة اللي هو بيسمعها وبيتفرج عليها وبيتعلم منها كمان. دول كده سريعا كانوا الخمس وسائل اللي انا كنت حابب ادردش معاكم فيهم. اتمنى ان المدرسين العظماء الملهمين يكونوا استفادوا حاجة، ويا رب يوفقنا جميعا واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.